نحن والله ندعو إلى منهج السلف الصالح، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحتج في عقائدنا وعبادتنا ومواقفنا من الحاكم والحكام والمحكومين والجماعات والفرق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم تقليد أصوات القراء؟ تقليد أصوات القراء الذي ننصح به هو عدم التقليد. لماذا؟ لأن الشخص ربما يشغل نفسه عن التدبر، والله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهو يشغل نفسه بتقليد صوت فلان. وأعظم من هذا ما إذا كان يقلد شخصا يستطيع أن يستمر في تلاوة الآية إلى أن ينتهي منها، والآخر عنده ضعف لا يستطيع، فربما يتكلف وربما يضر نفسه، لكن ما يبلغ إلى حد الحرمة. ونعم، لكن الذي ننصح به هو عدم التقليد. نعم، إنه مرغب في تحسين الصوت بالقرآن، فقد روى الحاكم في مستدركه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وروى أبو داود في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أي من لم يحسن صوته بالقرآن. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أذن الله لأحد أو لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمع لأبي موسى وقال له في الصبح: لو رأيتني وأنا أستمع لك. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي زينته لك تزيينا. وكان قد قال: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير أهل الجنة، ومن مزامير الجنة. نعم، من مزامير آل داود. آل داود، نعم نعم. كنت أفكر في حديث بعدها سنذكره. ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسالم مولى أبي حذيفة، مر به وهو يصلي، فوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمع، وهو يصلي في المسجد يستمع، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا.